صباح الخير يا عم مرسي. صباح الخير. الساعة كام دلوقتي؟ يعني تجيلها 7:30. يا ده احنا لسه بدري قوي. معلش اصل انا كان لازم اشوف بابا قبل ما اروح الشغل. هو في شقته. شقته؟ خش صحيه وفوقه كده وانا هعمل لكم كوبايتين شاي. مرة. بابا اه محمود خير يا ابني في حاجه؟ لا وحشتني جيت اشوفك. مش من حق الابن انه يشوف ابوه برضه ولا ايه؟ فكر خير يا محمود وزي امك ولبنى وحيد عامل ايه؟ كلهم كويسين وبيسلموا عليك. على فكره انا خدت مكافاه في الشغل والدنيا علاوه كمان. الله بسم الله ما شاء الله برافو عليك يا محمود. كل ده بفضلك انت. لا يا حبيبي ده بفضل ربنا ومجهودك انت. انا جبت لك هديه. الله انا عارف انك بتحب القرايه قوي. شكر قوي يا محمود. قول لي بقى مبسوط في الشغل؟ الحمد لله بس يعني في حد مزعلك؟ اقطم لك رقبته. في حاجات بتحصل في الشركه من تحت لتحت. الاستاذ بيبرس ومحرم بيه دايما على خلاف والشركه مقسومه بينهم. مالكش دعوه لا بده ولا بده. خليك انت في شغلك. ايوه بس في واحد حاطط نقره من نقري مستقصدني مصر انه يمشيني من الشغل. ده مين ده؟ مديري في الشغل اسمه سعيد صاحب الاستاذ بيبرس. وقت كده شايف نفسه على الاخر. ابعد عن الواد ده يا محمود مالكش دعوه بيه خالص. ويا ريت يا ابني تبعد بيبرس عنه كمان. ده زي اخوك. انت بتضحك على ايه؟ استغرب ازاي حد يبقى عنده اب زيك وينكر. شاي. استنى بلاش شاي ده. ده شاي مغشوش. هنشرب شاي على القهوه. اسبقني وانا هحصلك. شاي مغشوش. طب ما زي الفل اهو. ده انت حاجه غريبه يا اخي. نقعد بقى في الركن الحلال ده. ربنا يغفر لنا ذنوبنا يا رب يا رب.